قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذا جاء مبنيا على قوله إنها ليست بنجس، بقول أبي طلحة إنها ليست بنجس مستشهدا بهذا الحديث، فدل على أن المراد أنها ليست بنجسة وأنها طاهرة، أن الشرع جعلها من الطوافين عليها الطوافين. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا الحيوان أمرا عجيبا غريبا، هذه القطة تكون مع الإنسان تحرسه بإذن الله. وأذكر في الصغر أنا كنت ذات يوم عند جارة من جيراننا، فجاءت قطة صغيرة فأصبحت تصيح ونحن في المجلس، فأخذت وسادة كانت في عرض المجلس وصارت تنهش بها بأظافرها، وهي قطة صغيرة، وصارت تزعج المجلس، فقالت وراء هذه القطة شيء، فأمرت من كان من أولادها، وهذا كنا صغارا كنت في الخامسة أو السادسة، فأمرتنا أن نتحول، فلما تحولوا وإذا بهم يكشفون المسند وإذا وراءه حية وهي قطة صغيرة، إنها من الطوافين، صدق عليه الصلاة والسلام وبر بأبي وأمي صلوات الله وسلم. فعجيب أمر الهرة، أمرها عجيب فيما سخر الله من حفظها وكونها حرزا من الله سبحانه وتعالى يحفظ ابن آدم، وإذا نام تأتي وتحوم حوله ولربما تنام بجواره ولا تأخذ منك شيئا، حارس يحرسك بأمر الله. فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن توزعنا شكر نعمك. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا ممن ذكرك حق ذكرك وشكرك حق شكرك، فباركت في ذكره وشكره وأنت أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم.